مبروك لكل صناع الفيلم وشكرا ليهم كلهم، ومبروك للسينما المصرية انها بتعمل فيلم اكشن وحربي عن مسرحية توفيق الحكيم كتبها من فوق 90 سنة. يعني ده حاجة عظيمة جدا، انه لولا السينما المصرية كان هيبقى مجرد كتاب على رف. دي اقدار بقى انا لا يعني لما بيجي شخصية زي مثلا شخصية منصور الذهبي بتاع يوم وليلة، ما هوش شخصية تاريخية بس عجبني، او شخصية مراد بتاع قمر 14 عجبني، اللي بيعجبني بعمله. الزمن نفسه مختلف عليك، انك انت يبقى عندك الخيال تقول هعيش ده ازاي، هيتكلم ازاي، ازاي انت تخلي الحدوتة تمشي لوحدها كده عشان تبقى اصلا هي عامله زي حواديت قبل النوم كده، فيها اكشن ومعارك وحرب، بس كمان اي اب وام يقدروا يحكوها لاولادهم قبل ما يناموا.